عيد الحب اخويا، عيد الحب ما غاديش يقول لكم كلش. انا كاينين جوج الاعياد، حنا باش نهضر في الواقع كاينين جوج اعياد معروفين ما نهضروش عليهم. هذوك اعياد هما كاينين بحال فهمتي غنقولوا بحال غير حنايا كن ما عرفتش كيفاش غنقول لك بحال حنا كنديروا كنحتفلوا مع بحال هذوك اوروبا فهمتي، ولكن حنا نحتفلوا عادي نحتفل انه كاين واحد العيد عيد الحب. واش تفكر حيتاش حنا في هذه البلاد هذه كتعيش وما كتعرفش كتعيش عايش بنادم بغى يجي بطرف الخبز فهمتي، ما بقاش عنده الحب، ما بقاش الحب الاخ. اي واحد دوي ما دابا ما طلقاش بقات عنده واحد الدره ديال الحب، كيمشي للدار كيخسرها مع المدام، كيمشي للخدمه كيخسرها مع اللي في الخدمه فهمتي. قبل اخويا ما نقدرش نقول لك دابا الله دابا الله بدينا اخويا باقينا على الله فهمتي. انا راه سالت راه عندي نص نهار فهمتي وسالت جاي بغا نترزق. لا اله الا الله اخويا. ما كاينش اخويا المغاربه ما كيفهموش، اش غتقول لهم المغاربه اللي في بالهم داير واحد الحاجه في راسه راه ما غتجيب ما عرفت شكون غتجيب. هو راه داك الشيء اللي عنده في باله عنده في راسه راه كاين. او غنقول واحد الحاجه الله يهديهم غيبدا يحلل له هذه غيمشي يضرب امه غيسول علاش شحال دايره ويقول لك شحال كنصور بياس وحسب لي الصالير ديالي اخويا. خلي المهم اخويا كنبيع جوج ب 100 درهم، لا جوج لايفات 100 درهم، ورده 5 دراهم 5 درهم 5 درهم 5 هادو جوج ب 5 دراهم. الله يعاونكم اخويا خليني نترزق على ما تشوفش ابي ابي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.